21 هنا كأس الحقايق القعدان، ذهب مع غاية وحمد بن مسلم العامري. تهانينا والناموس والسلام إلى البوابة 11، سلام لأهالي الساد، سلام على هذا الفوز والانتصار. هنا فرحاً بهذا التتويج المميز والانتصار في أرضية هذا الميدان. بينما مشاهدين الكرام ذهبت بندقية الجعدان إلى صعب المضمرين محمد بن سلطان بن مرخان الاكتبي، حيث هنا يأتي سلطان بن محمد بن سلطان بن مرخان ليتوج بهذه الكاس، وكذلك من خلال وجودي بدران على المركز الأول بندقية الجعدان لهذا الموسم مع سن الحقايق سلطان بن محمد بن سلطان بن مرخان. والسلام إلى مرغم سلام، حيث انتزاع بندقية من بنادق ورموز مهرجان المرموم 2021. بداية موفقة بإذن الله تعالى لكل الشعارات، كذلك عبيد بن محمد بن سلطان بن مرخان. بينما مشاهدينا الكرام نذهب إلى أشواط الإنتاج والمنتجين، حيث ذهبت وجدان بكأس الإنتاج إلى دولة قطر، حيث كان حمد بن جار الله بن حسين البريدي على موعد بالتتويج، على موعد بالانتصار من ميدان المرموم هنا في حلة جديدة لنادي دبي لسباقات الإجن، هنا بتتويج وفرحة لا توصف للمشاركين في ميدان المرموم. أما مشاهدينا الكرام شوط القعدان ذهب مع شاهين مسلم بن متعب العامري، افتتح الكؤوسي بغاية وانتهى بشاهين، حيث يكرر انجازه للمرة الثانية على التوالي في هذا الموسم خاطفا بندقية ثانية. هنا ياتي مسلم بن متعب العامري كاس وبندقية رافعا وفرحا وطمعا في الناموس والانتصار، تكرار انجاز تلو انجاز في ميدان المرموم لا يفعلها الا صاحب السبوق النادرة العدملية الذي تعطيه